إذا فتحت مشاهدينا متابعينا الكرام بوابة شوطنا الثاني لمسافة 1200 متر للمخصص للخيول المصنفة تصنيف من 65 إلى 85 للخيول المهجنة ثربرت أرى الصدارة الشعار الجعفري يتصدر العديد يتصدر مشاهدينا الكرام مع يحيى الحمداني زيان يتواجد مع عيسى بن محمد دار راشد يتواجد بالشعار الأصفر هناك تواجد لرقم واحد سيشانتي يتواجد وبيلو ما في ضمن هذه المجموعة ديزرتا أيضا يتواجد في خامس المراكز ولكن العديد متصدر يحيى الحمداني وبإشراف خليفة الصواعي سيشانتي بدأ يتقدم أحد المرشحين أحد الكبار أكسل بيست يصل وبشعار سعود بن عبد الله يصلكم مشاهدين الكرام المعتصم لبلوشي يسيطر في هذه اللحظات سيطرة كلية وإذا مشاهدينا متابعين الكرام اكسل بيست وسعود بن عبد الله والمعتصم لبلوشي إذا اكسل بيست يسجل الانتصار الجميل الرائع لسعود بن عبد الله البلوشي